الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. عندنا مشكله كبيره، في ناس كتير ما بتعرفش تعملها. هو عايز يحط فيديو ليه كتيتشر وهو بيقدم في مدرسه، بيقدم في حاجه، بيعمل في تاسك ولا الكلام ده كله، فبيتفاجئ ان مساحه الفيديو اكبر من انها تتحط على البلاتفورم اللي الناس مختارينه، او حتى على جوجل كلاس روم، اي حاجه يعني بلاتفورم زي غيره، او حتى يبعتوا واتساب ساعات ان المساحه لا مش مقضيه. بص كده بالراحه، هنمشي مع بعض خطوه بخطوه في القصه دي كلها. انت حضرتك بتفتح اللابتوب بتاعك عادي اهو جدا، تروح معاليك كاتب كلمه ايه، كلمه جوجل، تمام؟ كتبتها ودوست عليها، ظهر لك الشكل ده، اهي الكلمه في النص. بتروح هنا على اليمين، بتختار الاكونت اللي انت هترفع عليه، يعني ممكن يكون عندك اكتر من اكونت زي كده، ماشي؟ طيب انت هتحطها في ده، بتدوس على النقط دي اللي هتفتح لك الابس المرتبطه بالجوجل اكونت، تختار كلمه درايف، اهي مكانها اهو، تختار درايف يفتح ده. الدرايف ده عامل زي المخزن بتاعك، زي المخزن بتاعك بالظبط. طيب انا تحط هنا بقى فايل، تحط فيديو، تحط صوره، تحط شيت، تحط عفريت، كلهم زي بعض، بس طبعا بتفرق في مس... في ايه، في قصه الابلود بس، تمام. انا بروح دايس اهو، شايفين الصوره اهي، شايف الماوس بتاعي فين؟ الماوس اهو هنا اهو، بروح دايس على الصوره كده وبعمل كده دراج، بسحبها معايا، بيظهر لي البوكس ده، معناه بقول لك يلا دروب اهو، هو بيقول لك حاسس ان في فايل هنا، يلا انزل. ده بيقول لك قد ايه السرعه، طب عشان دي صوره بتروح بسرعه، الفيديو هيقعد معاك شويه، ما تدوس اكس دي قبل ما تشوف علامه الصح هنا. كده خلاص موجوده اهي، انت حطيتها على الدرايف بتاعك، سواء كان فيديو او زي ما اتفقنا. تروح رايح دايس عليه رايت كليك وتختار كلمه لينك دي، جيت لينك، خدت جيت لينك، بيظهر لك كده ده صاحب المكان اهو، صاحب المخزن. تدوس على ريستراكتد وتختار الثاني اللي هو اني وان وذ ذا لينك. ما تنساش بقى، ما تدوس دان، لا دوس كوبي لينك الاول، هو قال لك لينك كوبي، خلاص انت نسخت كده، دوس دان كده، انت معاك لينك. ما تلعبش بقى في اي حاجه، ها ماشي، عشان ما تبوظهاش. بتروح على نفس اللي انت كنت فاتحه ده، تمام، وبتختار اللينك اللي انت او البلاتفورم اللي انت هتحطها عليه. فانا اخترت اهو، انا عايز احط عندي على جوجل كلاس روم، انا باخد كورس ار اي سي وتعبان وعايز احط التاسكس بتاعته والناس هيموتوني. سوري، بفتح هنا، فبفتح جوجل كلاس روم المرتبط بالاكونت اللي انا شغال عليه. فتحت جوجل كلاس روم، وانا بكلمك كطالب دلوقتي، وخلاص عندي اهو الكورس، ادي الكورس بتاعي، وادي بروح الويك اللي انا عاوزه، الكلاس ورك اهو، انا والله سيشن 4 سيشن 3 سيشن 2 حسب ما انا عايز. اروح داخل جوه السيشن واروح حاطط التاسك بتاعتي، اخش مثلا جوه ويك 5 ده كده اهو، تمام، واروح قايل انا يلا انا عايز اعمل هنا اهو، حاطط كده، واروح حاطط كوبي بيست، سوري سي سي يو في، ماشي، كنترول في، واروح ادي الحاجه. خلاص انا كده عملت الحاجه بتاعتي، حطيت اللينك، اي حد يضغط على اللينك ده هيفتح له الحاجه اللي انا حاططها اهو اهو. لا سحر ولا شعوذه، سهله خالص والله يا جماعه، ما تعقدونيش، الله يكرمكم، الدنيا سهله ومش مستاهله اهي. لو في عندك اي حاجه تعالى وقول لي. باي باي بقى دلوقتي.